أول ما خبرتنا سيرين عن التحدي الثاني اللي هو بكرة أحلى، تخيلت كثير أشياء، بس الفكرة يلي قدرت أعملها بتخص الوالنس هي عن الانوفيشن، الأشياء ريفولوشن مثل ما بنقول بالصحة. قدرت هيك ألاقي أشياء جديدة عم تنعمل بتعطينا أمل إنه نحن نكون بصحة أحسن. التحدي الثاني كان عن بكرة أحلى، نعطي رسالة إيجابية للعالم إنه مستقبل راح يكون أفضل. صر على حلمك، راح توصل لحلمك إذا أنت كنت في الطريق الصحيح. فأول فيلم إجا ببالي كان لا لا لاند، مع العلم في كثير أفلام تحدثت عن مستقبل أفضل وعن بكرة أحلى، لكن لا لا لاند هو بالنسبة لي كان أفضل فيلم بال 2016 لما نزل، وواحد من الأفلام اللي دائما أحضرها على تواصل. انا بلاقي انه من وقت ما بلشنا نعمل 2 فيديوز صرت انا اكثر اوثق بحالي واقدر اعمل فيديوز حلوه اكثر، لانه قبل كنت مركزه على فيديو واحد، هلا بركز على الاثنين وبالاثنين بحضر لهم من قبل بوقت. هذا الشيء كبرنا ثقتنا بنفسنا وصرنا اكثر نقدر نشتغل تحت الضغط، خصوصي انا لانه كنت كثير عامل ستريس من فيديو واحد. اتذكر اول تحدي كان انه نسوي فيديوين، قلت مستحيل راح اقدر، صح الفيديو دقيقه ويمكن الناس يشوفوه بسرعة يمرق، لكن وراء شغل وتعب كثير. أول أسبوعين كان جداً صعب إنه نسوي فيديوين، تحدي كبير ويعني لآخر لحظة استمرت هاي الصعوبة، يعني لآخر لحظة أنا أسلم الفيديو وأشتغل الليل كله وأسهر وأتعب. بالنسبة إلي لحد الآن كان فايدني إنه أسوي فيديوين وتغيير، يعني مش بس فيديو واحد تعتمد عليه. أنا كثير راضية على أول فيديو لأنه اشتغلت عليه وأكثر من الثاني، الثاني إنه أصلاً أوريدي ما كثير كنت أحب الموضوع، بس أول موضوع كان حلو قدرت أربط الويلنس بالتريبيوت. الفيديو الأول كثير عاطفي وكثير دارك ومظلم وتحدث عن شيء بيرسونال، الفيديو الثاني كان كثير مفرح وتقمصت الشخصية وحاولت أغني بالنهاية شيء يعني مهضوم. فما بعرف ما طول هيك ترتيبها، أتمنى إنه تخدمني. أكيد المنافسة صارت كتير قوية، فالشخص اللي كتير قوي هو اللي رح يربح. أنا معتمد على فيديوهاتي، متأكد إنه رح تعجب لجنة الحكم ورح تعجب الجمهور. أحلى ابتدى، ومع سمر أنطون من لبنان عن فئة ويلنس منشوف الفيديو الأخير لإلها بنجوم بلا حدود. كتير كتير مبسوطة أنه وصلت لتاني مرحلة، كنت شوي هيك ضايعة أنه معقول لي إيه معقول لا، بس أنه كتير مبسطة، كنت كتير خايفة على المسرح، وهلأ يعني رح فرجيهم الفيديو تبع بكرة أحلى وإن شاء الله خير، إن شاء الله الجمهور يعجبه هالمرة. أنا هلأ طالعة على ستيج كرمال بكرة أحلى، وأمل كتير كبير بتصويت الجمهور. فايا، شو رأيك بهالفيديو؟ حبيت هالفيديو، فكرت إنه ما في علامات فخلص يعني ما لا ما نسمع أكيد رأيكم. كنت عم بستمتع كتير، حلو إنه دائماً منفكر إنه كل شيء والشغلات الكيميائية وكل شيء عم يصير، يعني الدنيا عم تصير هيك أكثر خطورة وأكثر أمراض، فقدي حلو الفيديو قدي أعطانا أمل إنه يعني بالشكل الموازي في كمان قصص جديدة وعم تطلع تساعدنا. شكراً فايا. يارا، شو الرسالة يلي وصلتك من خلال هالفيديو؟ بدي أقول أول شيء إنه سمر من الأشخاص
اللي ما كنا منتوقع ابدا انه توصل لهون صراحه. عن جد يعني انا سعيده جدا اكثر يعني كمان لانه هيدي الفئه اللي انا بحبها بتهمني واكيد بتهم اشخاص غير انه كملت معنا لاخر البرنامج. فانا سعيده جدا بكل شيء عم تقدمه سمر وبكل فيديو وبكل حلقه عندها رساله على طريقتها واشياء نتعلم منها ونستفيد منها. اي لايك سمر على طول. لايك لايك. وائل شو نصيحتك لسمر لتعيش بكره احلى؟ نصيحتي ليها انها تتطور اكتر واكتر من كده. وسمر يعني بصراحه بالكونتنت اللي عندك ده سيبك من الفيديوز كمان الفيديوز بتاعتك رهيبه. عايزه بس اعلق على الفيديو ده عشان ما يبقى اسمي علق بس. اذا كملتي على المستوى ده هيكون ليكي مستقبل ذو شان عالي جدا جدا اذا ركزتي، لانه انت من الناس اللي بتركز واللي بيوصلوا هم اللي بيركزوا. الفيديو كان المفروض سقفه بعد الجمله دي صح؟ مظبوط. حسيت الجمله كانت دراميه قوي انها ما تمشي غير سقف. بالنسبه للفيديو عجبني جدا. عايز اعرف 3D فود برنت ده انت مصوراه ولا جايباه من حته؟ لا جايباه من حته، لانه هون تحديدا بلبنان بعد ما بلشوا، بس أوكي. في كونفرنس قريبه بالمانيا عن ال 3D فود رح يحكوا عنه. برافو عليكي. واخر حاجه بس معلش عارف طولت، بس بعد كده لما تيجي تقولي حاجه عن الجرين هاوسز والحاجات دي بيقولي معلومات وصلنا لفين كدول اوروبيه ودول عربيه، او هتعيد استخدام الفكره دي ولا لا، ما تخليهاش عايمه. بس طبعا هو خرافه يعني. يا بتعرف تعوم؟ مش عاوزها تعوم؟ لا اصل انا ما بعرفش اسبح. كنت بقول لكم سجلوا علاماتكم مع ما خلاص بقى ما انت ربطت لنا ايدينا. سمر شو رح تعملي بعد ما يخلص البرنامج؟ حتى هيك شيء بلان براسك؟ شو؟ اكيد رح اشتغل اكثر على البزنس تبعي وطوره وهيك بوصل لمحلات اللي انا بدي اياها ان شاء الله. واثبتي بالبرنامج انه انت شخص بيتطور مثل ما قالوا لجنه الحكم. بدنا نلحقها لنستفيد عن جد من القصص اللي بتعملها ونعمل لها شو؟ فولو ولايك لايك لايك. شكرا لك سمر. كثير مبسوطة انه حبوا هيدا الفيديو. كنت عم وصل رسالة بالتليفون وان شاء الله الجمهور كمان يحبوا. اكيد الجمهور رح يحكم مظبوط ورح يقرر مين فايز. أنا جدا سعيد إنه أنا قطعت المرحلة الأولى، الآن إجا مرحلة التصويت، بليز صوتوا لي، أنا تعبت خلال هاي 13 لايف، إذا راح تفوز سمر راح أفرح، وإذا راح أفوز أنا أكيد راح أفرح أكثر، بس إحنا كلنا وصلنا، أنا أتمنى الحظ السعيد لزميلتي جنان، هي شاعرة موهوبة وتستحق كل الخير. هلا طالع أنا على ثاني فيديو، الفيديو راح يكون عن لالا لاند وأنا جدا متحمس وما أعرف أتكلم. مع نور الدين أمين من العراق عن فئة السينما، نشوف الفيديو الأخير يلي رح يقدمه بهالبرنامج تحت عنوان بكرة أحلى. وائل حسيت بالتفاؤل بس شفت الفيديو؟ أنا ما بشوف نور بتفائل أكيد، بس مش عارف إذا كان هل ده الفيلم اللي كنت مفروض تختاره كسبجكت أو كموضوع. حلو خلاص، ما أنا مش هحط بداية. صح بس هتأثر على الجمهور يلي هو وحده عم بيصوت. لا هأثر على الجمهور. حلو قوي يا نور. شكرا. لا مش هأثر. هو طبعا ما اقدرش ان انا اقول لك تحط فيلم ايه ومش فيلم ايه، لانه كل واحد بيحكي عن فيلم من زاويه خاصه. اذا انا شفت ده بيعبر عن بكره احلى، ومن زاويتي انا شايفه بيعبر بكره احلى. انت فاهم قصدي؟ بس يمكن انا عندي مشاكل مع الفيلم ده. لا هو عامه في مشاكل كتير، بس اللي حبيته ان انت بالنسبه للناس اللي ما بتحبش الفيلم ده لانه بتتعمل عليه كلام كتير قوي، انك قلت كان ممكن يتحول لحاجه مبتذله. صحيح. فانت مسكت العصايه من النص وده ذكاء بصراحه. اشكرك. شكرا وائل. يارا حسيتي انه بكره احلى وقتها شفتي هالفيديو؟ اكيد يعني كنت عم بحكي انا وفايا هيدا الفيلم كثير حلو. في يعني في رساله بتضحك علينا. بتقولي بعد ما بكره احلى وبعد ما شفتي يعني قبليها ما كانتش شايفه بكره احلى؟ لا في دائما في فيلم أكد لما تشوف انه بكره احلى بس شايفه دائما في اشياء بالحياه بتعطيك معنويات وفي اشياء ما بتعطي معنويات. قبل ما تتفرج على الفيلم كانت الدنيا ضلمه خالص. لا بالعكس، هي الافلام اللي بحب انا احضرها اللي بتعطيني امل، بتعطيني بتعلم منها. حلو الواحد يشوف هيك يعني. نحن يمكن لانه تجربتنا هيك حبينا نوصل. ما تقولش لا والله صح. فخلص ما طول كثير حلو. شكرا يا هلا.
كفاية بكلمة واحدة وصفي لي شو شفتي بهالفيديو. روعة. شكرا لكم. نور الدين، شو شعورك بهاللحظة الحاسمة؟ شعور صعب وحلو بنفس الوقت. احنا وصلنا، وأنا أتمنى الخير لسمر مثل ما أتمنى الفوز إلي، وإن شاء الله الجمهور هو اللي يقرر. شو رح تعمل بس ترجع على بلدك؟ أكيد رح أكمل مشوار، رح أسوي فيديوهات جديدة، رح تعلمت كثير من نجوم بلا حدود ورح أطبقها كلها عندي. المعنويات حلوة، وخايف دحس نفسي أنه أنا منطقة الخطر، يعني تصويت الناس وهيك، بس أكيد الجمهور هو الحكم بعد لجنة الحكم، وهو اللي رح يحدد مين رح يأخذ اللقب. بالنهاية أنا سعيد لأنه أنا وصلت لهذه المرحلة، و thank you لكل إنسان صوت لي وتابعني من البداية. صعب كتير نختار، يعني خاصة كمان هلا الناس اللي بدها تصوت انه في مشترك واحد بده يربح. اكيد في الافضل، دايما في الافضل، بس بشوي ما بعرف الناس كيف رح تصوت. حلو اول شيء هيك بالاخير انه منترك عن جد الخيار للجمهور، وحمل ونزاح، لانه دائما يعني بننهم نحن على العلامات ولو انه لازم. الفيديوز كثير حلوين، بتخيل الجمهور يلي رح يصوت على يعني مشوار سمر ونور الدين بكل البروجرام، ويلي هو شيء منيح يعني حتى ما يحكم عليهم بس من اخر فيديو. فما بعرف يعني، بتمنى التوفيق للاثنين ومحمسه اعرف النتيجه. والله بص، انا الاثنين زي بعض بالنسبه لي. ممكن اكون ميال شويه لسمر عشان الكاتيجوري بتاعها وانها حببتني فيه بعد ما كنتش اصلا بفكر في اي ويلنس، يعني انا بتاع جيم رياضه اللي هو، بس ما عنديش فكره الويلنس دي اعرفها، بس عمري ما اتشدت ليها غير من فيديوهات سمر. فايتس تشينجينج. نور طبعا اكيد يعني حد جامد جدا جدا جدا. الاثنين صراحه يستاهلوا، كان قلبي يمكن ميال لسمر شويه، بس ده ما يمنعش انه الاثنين يستاهلوا بطريقه مرعبه. منو ما يبينا يفوز ويطلع الاول؟ انا فرحان. سمر انسانه ناجحه وموهوبه، واتمنى لها كل الخير، وصوتوا للي تشوفوه احسن، واحنا كنا واصلين. انا كثير فخوره فيها قبل وهلا اكثر بكثير، لانه حسيت انه الشيء اللي بدها توصل له وبتسعى له، يعني هذا شيء كثير حلو. يمكن تشبهني؟ معقول؟ أنا عندي هيدي القصة، بحب أوصل على الآخر. اللي بيصوتوا له أكثر رح يربح. أنا نور الدين كمان بقول له ألف مبروك على حيالله جايزة بيخدها، وصل للآخر. يلا يلي اللي بيصوتوا له أكثر رح يربح. رح توج الفائز بالكيس، وائل حامل بإيده تشيك مصرفي بقيمة 15,000 دولار، وفايا رح تتولى مهمة تسليم جائزة الرابح بالمرتبة الثانية، وهي تشيك بقيمة 10,000 دولار. كارلا مش مني يمتك ومني إليك. سمر ونور الدين، إن شاء الله تكونوا مستعدين لبكرة أحلى كيف ما كانت النتيجة. التصويت توقف. مين الموهبة والفئة يلي اختارها الجمهور؟ مين الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود؟ مين من بين سمر ونور الدين رح يكمل طريقه بالتأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنجم تخطى كل التحديات والحدود؟ سمر عن فئة الويلنس من لبنان، ونور الدين عن فئة السينما من العراق. رح نشتاق لكم كتير، بس أكيد رح نضل على تواصل، وهيدي المهمة نعطيكم إياها، أنه تقدموا لنا أجمل الفيديوهات بالمرحلة القادمة من الله راد.
سمر تقدمت وتطورت تعلمت وقدمت لنا فيديوهات كثير حلوه تشبهها. ونور الدين عرفنا على افلام او على نقاط بافلام ما كنا نعرفها. النتائج صارت جاهزه. المشترك يلي اختاره الجمهور هو مين يا ترى؟ سمر أنطون. ألف مبروك لك. كثير مبسوطة، ما كنت مصدقة، يعني أول ما قالت اسمي ما صدقت، يعني في شيء غلط؟ لا، إنه بالمومنت عن جد ما كنت، عن جد إنه مش معقول يعني، بس إنه أنا اشتغلت كثير وبالآخر لقيت النتيجة. بشكر كثير يلي سوتوا لي، وأكيد كل العالم يلي كانت معنا بكل البرنامج، وسيجمنت دايركتور، البروديوسر، كل العالم. لنور الدين انه هو كمان بيستاهل كان يربح، و اثنيناتنا ربحانين، ويا ريت انا. اني جدا سعيد وجدا راضي لانه وصلت لهالمرحله، اخذت المركز الثاني، وفرحان لان سمر اللي اخذت المركز الاول انسانه موهوبه وتستاهل، واحنا كلنا ربحانين. يعني كل اللي دخل هذا البرنامج ال 14 شخص ربحنا، كسبنا خبرات مهمه، ويعني انا جدا سعيد بهذا المركز، واتمنى الموفقيه لكل اللي مرقوا بهذا البرنامج. الف مبروك. كنت بتستاهل من كل قلبي انا، بس ليك اشتغلت الامومه. الف مبروك. انا دا اقول ما طول سمر هي اخذت المركز الاول، فاني مثل ما انا المركز الاول. عن جد عن جد الله ان شاء الله تتوفق بكل حياتك يا رب، وخلي لك عائلتك واهلك، خليكم ان شاء الله بنشوفك. الله يخليك، فرصة سعيدة وشرفت بمعرفتكم. الله يخليك. التجربة كانت رائعة، من أول يوم دخلنا لحد اليوم تعلمنا كثير. لجنة الحكم كانت جدا منصفة معنا، تعطينا تعليقات، ساعدتنا، وصلتنا لهيك مرحلة، ومحبة الناس، وتعرفنا على العالم كل، على الناس راح نبقى أصدقائهم، فأنا جدا ممنون. هاي جنان ألف مبروك، أنت تستحقين، وأنت شاعرة موهوبة، ومبروك عليك المركز، وإن شاء الله موفقة بحياتك. أول خطوة راح أخذ نومة أم الأسبوع، راح أنام، راح أرتاح، راح أشوف أصدقائي، أهلي جوي من الأردن، لكن راح أرجع وياهم البيت، راح أرتاح، راح أسوق سيارتي، صار لي 3 أشهر مسايق، وأكيد راح أستمتع بالجائزة. المركز الثالث، ما عندي ولا 1% زعل، مبسوطة كثير كثير، وخاصة إنه سمر فازت باللقب، يعني صرت أبكي مثل كأنه عن جد إنه أنا أخذته، دموع الفرح كنا عم نبكي أنا وهي. بقول له لنور الدين ألف مبروك، تستاهل المركز الثاني، وعن جد نحن كلياتنا فايزين. من بعد نجوم بلا حدود، عندي كثير أشياء ناطرتني، أكيد من هون المشوار بلش. نجوم بلا حدود أكيد فتح لي فرص كثير كبيرة، هيدي الفرص رح تكون ناطرتني لما أنا أرجع. Change.